أهلا بكم. اختتم قداسة البابا فرانسيس في لقائه الإسبوعي تعليمه بالقول عندما ترك لنا يسوع صلاة الأبانة، أراد أن نختتمها طالبين منه أن ينجينا من الشرير، داعيا قداسته جموع المؤمنين إلى المحافظة على المصابيح لتبقى مشتعلة، وذلك باستخدام الأسلحة الروحية. أيها الأب الأقدس، يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ها نحن قد وصلنا أخيرا إلى الطلب السابع من صلاة الأبانة، بل نجنا من الشرير. بهذه العبارة لا يطلب الشخص الذي يصلي ألا يترك عند التجربة وحسب، وإنما يتوسل أيضا بأن ينجى من الشرير. إن الصلاة المسيحية في الواقع لا تغلق عيونها عن الحياة، هناك شر في حياتنا وهو حضور أكيد، والشخص المصلي ليس أعمى ويرى بوضوح أمام عينيه هذا الشر الكبير، والذي يتناقض مع سر الله، يلمحه في الطبيعة والتاريخ وحتى في قلبه، لأنه لا يوجد أحد بيننا يمكنه أن يقول إنه مستثنى من الشر أو أنه لا يتعرض لتجربته. إن الصرخة الأخيرة لصلاة الأبانة ترتفع ضد هذا الشر المنتشر والذي يغطي خبرات مختلفة: أحزان الإنسان، ألم البريء، العبودية واستغلال الآخرين، وبكاء الأطفال الأبرياء. جميع هذه الأحداث تحتج في قلب الإنسان وتصبح صوتاً في آخر كلمة من صلاة يسوع. هكذا تترك لنا صلاة يسوع الإرث الأثمن، حضور ابن الله الذي حررنا من الشر وكافح ليحوله. وفي ساعة الكفاح الأخيرة طلب من بطرس أن يغمد سيفه، وأكد الفردوس للص التائب، وقدم لجميع الأشخاص الذين كانوا حوله غير مدركين للمأساة التي كانت تتم كلمة سلام: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من مغفرة يسوع على الصليب ينبعث السلام، عطية القائم من الموت والأقوى من كل شر، وهذا هو رجاؤنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, quando Gesù ci ha lasciato il Padre nostro, ha voluto che terminiamo chiedendo al Padre che ci liberi dal maligno. Non pensiamo dunque che sia un mito. Tale inganno ci porta a abbassare la guardia e così, mentre riduciamo le difese, Lui ne approfitta per distruggere la nostra vita. Stiamo dunque con le lampade accese e usiamo le potenti armi che il Signore ci dà. La fede che si esprime nella preghiera, la meditazione della parola di Dio, la riconciliazione sacramentale e le opere di carità. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، عندما ترك لنا يسوع صلاة الأبانة أراد أن نختتمها طالبين من الآب أن ينجينا من الشرير. لا نفكرن إذن بأن الشرير هو مجرد خرافة، لأن هذا الأمر سيحملنا على عدم التيقظ، وهكذا فيما نضعف دفاعنا يستفيد هو من الوضع ليدمر حياتنا. لنحافظ إذن على مصابيحنا مشتعلة، ولنستعمل الأسلحة القوية التي يعطينا الرب إياها، الإيمان الذي نعبر عنه بالصلاة، والتأمل في كلمة الله، سر المصالحة وأعمال المحبة. ليبارككم الرب.